الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. صدق الله العلي العظيم. سلطان القلوب، إذا أردنا أن نلقب أو نصف شخصا من الأولين والآخرين بهذا الوصف، من هو أجدر من يمكن أن يقال له سلطان القلوب؟ لا تجد شخصا أجدر بهذا الوصف من المولى الإمام سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام. الذي قرأ كلمات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، الذي راجع ولاحظ سيرة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، سواء كان مواليا لهم أو حتى لو كان من أعدائهم، يضطر أن يقر بأن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بكلماتهم وسيرتهم هم بناة العقل. العقل بدون أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ناقص. العقل بدون كلمات وسيرة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لا يفهم الحياة الدنيا. أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هم بناة العقل. خذ إليك فقط وفقط نهج البلاغة، فقط من بين كل كلمات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام،
ستعترف بهذا الشيء حتى لو كنت بعيدا عنكم، لو كان الشخص من أعداء أهل البيت. أمير المؤمنين هو الباني للعقل، بدون أهل البيت هذا البناء، هذا البناء خراب، ليس بناء. هذا في جانب العقل. ولكن كما أنهم عليهم الصلاة والسلام بناة العقل، أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بصورة خاصة المولى سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه هو المسيطر على قلوب المؤمنين. العقل في جانب، القلوب سلطانها الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. أذكر لكم نماذج سريعة من الروايات الشريفة في موارد قليلة، والروايات في هذا المجال كثيرة جدا. المورد الأول كلامنا عن ارتباط القلوب، قلوب المؤمنين بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. حب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في قلب المؤمن، هذا الحب يكشف عن نعمة كبرى من النعم من الله سبحانه وتعالى علينا، عن فضل عظيم من أعظم الفضائل، من أعظم الأفضال من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام علينا، وهو طيب المولد. أحاديث شريفة في هذا المجال عديدة، لعلي أقول كثيرة. في إحدى تلك الأحاديث الشريفة الإمام أبو عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام يقول: من أصبح يجد برد حبنا في قلبه فليحمد الله على من وجد عفوا من أصبح يجد برد حبنا على قلبه فليحمد الله على بادئ النعم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قيل له: وما بادئ النعم؟ قال عليه الصلاة والسلام: طيب المولد. الذي يجد ارتباط قلبه بأهل البيت، هذا غير ارتباط عقل الإنسان، غير ارتباط قناعة الإنسان، هذا في القلب. طبعا الحب يلزم أن يكون حبا واقعيا، حبا كاملا، لا الحب الناقص. الحب الناقص ليس حبا واقعيا. البعض يدعون حب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام حب ناقص. في أحاديث شريفة عديدة هذا المعنى مستفيض إن لم يكن متواترا. أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وهبوا لشيعتهم من خمسهم الجزء المرتبط بنطف الشيعة. الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في محضر النبي صلى الله عليه وآله قال ذلك، أنه وهب هذا الجزء المرتبط بخلقة الشيعة، بنطفة الشيعة، بنطفه، لكي لا يكون أحد منهم ابن حرام، لتطيب مواليدهم. النبي صلى الله عليه وسلم، هذه
كلمة قالها أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في محضر النبي، فقال النبي صلى الله عليه وآله، مضمون كلام النبي أن هذا منك، النبي هكذا يقول أنه ما تصدق أحد، مضمون هذا الكلام، ما تصدق أحد بصدقة مثل صدقتك هذه. هذا جدا مهم، هذا أولا. ثانيا، حياة القلوب، حياة القلوب مرتبطة، هذا القلب يبقى حيا، هذه حياة القلوب مرتبطة بارتباط الإنسان بقلبه وعمله بأهل البيت، وإلا القلب يموت. أيضا أذكر حديثا ضمن أحاديث كثيرة، في حديث عن الإمام أبي جعفر الباقر أو عن الإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليهما، يقول: من جلس مجلسا يحيى فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. ثالثا، في الرجعة، أحاديث الرجعة كثيرة تبين جوانب مختلفة من الرجعة. تعلمون أول من يرجع إلى هذه الدنيا في الرجعة هو الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، روايات عديدة في هذا المجال، لا بأس. الإمام عليه الصلاة والسلام رجع، من أين يعرف الناس أن هذا هو الإمام الحسين بن علي؟ بماذا يعرفون؟ بثلاثة أشياء. أولا، الإمام صاحب الأمر أرواح العالمين فداه، آنذاك موجود، يبين هذا المعنى. ثانيا، الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام يرجع إلى هذه الدنيا مع أصحابه، حسب بعض الروايات مع 70 من أصحابه. فهؤلاء يبينون للناس، كيف يبينون؟ بأي حجج؟ لا نعلم، غير مذكور في الرواية الشريفة. يبينون، يوضحون للناس، يأتون بأدلة، عندهم الأدلة الكافية أن هذا هو الحسين بن علي عليه الصلاة والسلام. هذا ثانيا. ثالثا، أقرأ لكم الرواية الشريفة. هذا الحديث الشريف ورد في الكافي الشريف عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام في تفسير آية معينة. يقول عليه الصلاة والسلام، هذه الآية تتحدث عن ماذا؟ يقول عليه الصلاة والسلام: خروج الحسين في 70 من أصحابه. هذه الآية تتحدث عن الرجعة، رجوع الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في 70 من أصحابه، إلى أن يقول: هؤلاء أصحابه ماذا يفعلون؟ المؤدون، يعني هؤلاء الأصحاب أصحاب الإمام الحسين يؤدون، المؤدون إلى الناس أن هذا الحسين قد خرج، حتى لا يشك المؤمنون فيه وأنه ليس بدجال ولا شيطان. والحجة، الاسم الخاص للإمام أنا أبدله إلى المهدي، والحجة المهدية بين أظهرهم، أصحابه يؤدون، الإمام الحجة أرواح العالمين فداه موجود بين أظهرهم. هذا الثالث، فإذا استقرت المعرفة في قلوب المؤمنين أنه الحسين. اللهم صل على محمد. الناس أصحاب الإمام الحسين عليه الصلاة عليهم الصلاة والسلام يؤدون، يبينون للناس، يؤدون إلى الناس. المؤمن غير ذلك الطريق، قلبه يعرف الحسين. فإذا استقرت، لاحظوا، أصحابه المؤدون إلى الناس، لا إلى المؤمنين، إلى عامة الناس، أن هذا الحسين. ولكن بالنسبة للمؤمنين، الإمام عليه الصلاة والسلام يقول: فإذا استقرت المعرفة في قلوب المؤمنين أنه الحسين. المؤمن طبعا آنذاك المؤمن يكون رفيع الإيمان،
قلبه فيه من نور أهل البيت أكثر من قلب مؤمن عادي. بقلبه يعرف أنه الحسين، قلبه في قلبه شيء يقول له، لا في قلبه تخيلات، لا معرفة في قلبه. قلب المؤمن في الرجعة يكشف أن هذا هو الحسين، هو القلب يسوقه. هذه في الرجعة. رابعا في القيامة، أقرأ لكم حديثا شريفا واحدا، الأحاديث التي تتحدث عن ارتباط قلوب المؤمنين بأهل البيت كثيرة، ولكن انتخبت بعض الأحاديث الشريفة. في حديث عن الإمام، عن صادق الصادقين صلوات الله عليهم، إن الموجع قلبه لنا، الذي يتوجع قلبه في الدنيا لأهل البيت، وكل مؤمن يتوجع قلبه لأهل البيت. إن الموجع قلبه لنا ليفرح يوم يرانا عند موته فرحة. هذه الفرحة تبدأ من متى؟ من عند الموت، بداية البرزخ. تنتهي به إلى أين؟ هذه الفرحة تبقى أم تزول؟ إن الموجع قلبه لنا ليفرح يوم يرانا عند موته فرحة، لا تزال تلك الفرحة في قلبه حتى يرد علينا الحوض. اللهم صل على محمد وآل محمد. ارتباط القلب، أثر هذا الارتباط يبدأ في الدنيا في البرزخ إلى القيامة، هذه الفرحة لا تزال تبقى. هذه جوانب رواية شريفة تعرفونها، هذا الجانب الخامس، وليس هذا هو الجانب الخامس، هذه الرواية الشريفة شاملة تبين معنى شموليا. الحديث تعرفونه، حديث مشهور، من أراد الله به الخير قذف في قلبه، هذا الخير بعد، هذا ليس خاصا بشيء معين جانب معين، هذا هو الخير، يعني كل خير. من أراد الله به الخير، هنا تأتي قلوب المؤمنين، دور قلوب المؤمنين. من أراد الله به الخير قذف في قلبه. القناعة شيء ثاني، غير القناعة هذه التي تأتي بالخير كله. من أراد الله به الخير قذف في قلبه حب الحسين وحب زيارته. اللهم صل على محمد وآل محمد. ومن أراد الله به السوء قذف، السوء يعني كل سوء، قذف في قلبه والعياذ بالله تعالى بغض الحسين وبغض زيارته. هو يمشي نحو جهنم، لا يحتاج أن يمشيه شيطان الذي في قلبه بغض الحسين صلوات الله وسلامه على الحسين. ارتباط قلوبنا بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام حسب تعبير الرواية الشريفة، الذي يجد برد حب أهل البيت في قلبه. هناك نقطتان، هذه مقدمة كلامنا، هناك نقطتان. النقطة الأولى، خطر كبير كبير، الأخطار المالية لا تتوجه إلى شخص لا يملك إلا نصف دينار، لا خطر مالي عليه. الأخطار المالية تتوجه إلى الشخص الذي يملك المليارات، يملك درة ثمينة، يملك ألماس ثمين. الخطر المالي يتوجه إلى أمثال هؤلاء. الذي يملك درة اسمها حب أهل البيت صلوات الله عليه،
اسمها حب الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الخطر يتوجه إلى هذا الشخص الذي ما عنده شيء، لا خطر عليه، الذي هو يمشي في طريق جهنم لا يحتاج أن الشيطان يأتي يغويه، هو يمشي في طريق جهنم. الشيطان هذا السارق الكبير يتوجه إلى من؟ إلى من عنده درة، إلى من عنده حب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. الشيطان يتمكن أن يسرق؟ نعم يتمكن. على مر التاريخ أناس وأناس كانوا يملكون هذه الدرة سرقت منهم العياذ بالله تعالى. حب أهل البيت، حب الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، مستقر عندنا أم مستودع أم مستعار؟ هذه وديعة، هذه عارية عندنا تؤخذ منا أم لا؟ هذا الخطر، وهذا جزء منه يرتبط بأعمالنا الصالحة، بقاء هذه الدرة الثمينة، وجزء مما يوجب بقاء هذه الدرة وقوفنا لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. العياذ بالله تعالى، بعيد عنكم جميعا إن شاء الله، بعيد عن جميع المؤمنين والمؤمنات، البعض غير منتبه، غير ملتفت لما يفعله من أعمال أي شيء إن كان. أنا عندي حب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. عندك حب أهل البيت؟ حافظ عليه. أي شيء عمله الإنسان العياذ بالله تعالى، أي ذنب ارتكبه، بعض الذنوب توجب سوء العاقبة العياذ بالله تعالى، سوء العاقبة قبل 5 دقائق من موته، قبل 10 دقائق من موته، قبل لحظات من موته العياذ بالله. من أين تأتي سوء العاقبة؟ أولئك الذين كانوا في مقدم المؤمنين، في مقدم الجيش، كانوا من وجوه المؤمنين، من شخصياتهم، انحرفوا، أخذ منهم حب أهل البيت. لا نعلم بأي تصرف كان. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، الوقوف لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، الوقوف بكلمة، الوقوف بموقف، الوقوف في الأوقات الحرجة، الوقوف في الأوقات العادية. ولو بكلمة، ولو بكلمة. في يوم عاشوراء الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام عندما حان وقت صلاة الظهر قال لأصحابه أن يسألوا أولئك الأعداء أن يفكوا عنهم بمقدار صلاتهم. أصحاب الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام أبلغوا أولئك، كفوا عنا حتى نصلي. فقال الحسين ابن نمير عليه لعائن الله تترى أبد الآبدين، خاطب الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، قال له إن صلاتك لا تقبل. هكذا كلمات لي ولا أمثالي عادية، ولكن لمثل الإمام سيد الشهداء هذه الكلمات تجرح.
الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام عواطفه لا نظير لها. والإمام سيد الشهداء يعلم ما هي صلاته. فانبرى له حبيب، سلام الله على حبيب. إخواني، ليس من شأن الإنسان الوقور العالم الفقيه مثل حبيب أن يتصدى لأمثال هؤلاء، ليس من شأن حبيب. من هو هذا حتى يجيبه حبيب؟ حبيب فقيه، حبيب عالم بعلم المنايا والبلايا، حبيب قمة قمم أصحاب الأنبياء والأوصياء. ولكن هذا قال كلمة على سيد الشهداء فانبرى له حبيب، قال له زعمت، قال لذلك المشرك الكافر الأسوأ من المشركين، قال له زعمت أن الصلاة من آل رسول الله لا تقبل ومنك تقبل يا حمار؟ طبعا حبيب فقيه، وأي فقيه مثل حبيب يعرف كيف يصف الشخص كمثل الحمار يحمل أسفاره. في بعض المصادر بدل كلمة يا حمار يا خمار، يعني يا سكران. أنت تتحدث عن الصلاة، أنت السكران الخمار. في بعض المصادر يا ختار، ختار يعني غدار. ولو بكلمة، ولو بكلمة. طبعا حبيب له مواقف ومواقف. حبيب سيد أصحاب سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، كبيرهم. ناهيك عن مواقفه، قال كلمة لا يطوفها لو كان حبيب، لو كان ذلك الشخص لا يستحق. ولكن الكلمة لا تبقى بدون جواب، كلمة وجهت إلى سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. موقف الإنسان ولو بكلمة دفاعا عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. هذه النقطة الأولى، حب أهل البيت مستقر عندنا مستودع، إن شاء الله يكون مستقرا. هذا يرتبط بأعمالنا وبدفاعنا عن أهل البيت، باعتبارنا قيمة لحب أهل البيت، نعتبر أن حب أهل البيت له قيمة. هذا بالتصرفات، بالدفاع. هذا أولا. النقطة الثانية، حب أهل البيت، حب الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، الحرارة، إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. هذه الحرارة، هذا الحب، هذا الحب له درجات أم ليس له درجات؟ درجة واحدة حب أهل البيت. أنا أحب الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، حبيب أيضا كان يحب الإمام الحسين، بين حبي وحبه كم الفاصل؟ عندي الحب، الحمد لله رب العالمين، هذا من عظيم فضل الله، هذا أعظم فضل من الله سبحانه وتعالى، أعظم نعمة من الله سبحانه وتعالى، أعظم منا، ليست فقط نعمة. ولكن حبي في أي درجة؟ ممكن الإنسان يرتقي في حبه لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام أم لا؟ ممكن. لا نبقى في مستوى واحد. أختم حديثي بحديث شريف، هذا الحديث ورد في الكافي الشريف، عن أبي خالد الكابولي قال سألت أبا جعفر
الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام عن قول الله عز وجل: فآمنوا بالله ورسوله. آمنوا بماذا؟ بثلاثة أشياء: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. آمنوا بالله واضح، آمنوا برسوله واضح، النور ما هو؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا خالد، النور والله الأئمة من آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد إلى يوم القيامة، وهم والله نور الله الذي أنزل، وهم والله نور الله في السماوات وفي الأرض. والله يا أبا خالد، لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الذي عنده بعض كتب، بعض شروح الكافي ليراجع هذه الكلمة، يعني ماذا أنور؟ نور الإمام في قلوب المؤمنين، هذا أي نور؟ هذا المعنى الحقيقي أو المعنى الكنائي؟ نور واقعي مادي؟ على أي حال، هناك في شروح الكافي شرحوا هذه الكلمة، في بعض الشروح شرحا جيدا جدا. وهم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وهم والله ينورون قلوب المؤمنين، ويحجب الله عز وجل نورهم عمن يشاء فتضللهم قلوبهم، العياذ بالله. والله يا أبا خالد، لا يحبنا عبد ويتولانا حتى يطهر الله قلبه، ولا يطهر الله قلب عبد حتى يسلم لنا، مسلما يكون، ويكون سلما لنا، فإذا كان سلما لنا سلمه الله من شديد الحساب، وآمنه من فزع يوم القيامة الأكبر. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق الإمام سيد الشهداء، بحق جده وأبيه وأمه وأخيه والأئمة التسعة المعصومين من بنيه، أن ينير قلوبنا بنور أهل البيت. اللهم بحقهم لا تسلب حبهم من قلوبنا، اللهم بحقهم زد في قلوبنا نورهم. اللهم بمحمد وآل محمد، أسألك صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم زد في قلوبنا حبهم وحب أوليائهم وبغض أعدائهم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سادات الخلق محمد وآله الطاهرين.